المستندات من ضمن المستندات القراءات الكنسية. عملت الكنيسة، الكنيسة قسمت كلمة ربنا إلى أجزاء عشان تتقري بانتظام في الكنيسة. قسمت القراءات دي إلى 1997 قراءة، فالكنيسة كانت بتقرأ كل، وهذه الأقسام اللي تقسمت إليها القراءات الكنسية لا تزال الكنيسة القبطية حتى الآن تقرأ هذه الأجزاء المباركة والحية. من ضمن المستندات، أرجو أنك تفتح ودنك يا اللي بتسمعني وباللي تشاهدني كويس، تفتكر إيه أول كتاب ترجم من لغته إلى لغة أخرى؟ الكتاب المقدس. نعم. الترجمة السبعينية اللي تمت عام، اسمع التاريخ من فضلك، عام 250 قبل الميلاد، ترجمة العهد القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت. اللي كانت منتشرة في ذلك الوقت، وده نشوف النهاردة ده مستند جديد بيقول لنا إن الكتاب المقدس باقي كما هو، لم يتغير على الإطلاق، لأن عندنا ترجمة قديمة عمرها 250 قبل الميلاد. وبالمناسبة إحنا عندنا النهاردة 8000، آسف، عندنا نسخ كافية من الترجمة السبعينية. أحط شيء آخر يؤكد لنا علميا أن الكتاب المقدس لم يتغير على الإطلاق، وإن صحيح ما عندناش الأصل لكن عندنا مش بس النسخ الكتيرة الـ 24633، ولا كمان عندنا ترجمة العهد القديم السبعينية 250 قبل الميلاد، ولا عندنا بس 1997 جزء كتابي، لكن كمان عندنا الترجمات القديمة، وأنا متأكد أنها طلعت على الشاشة. الترجمات القديمة عندنا الترجمة السبعينية أنا قلت دي، وعندنا الترجمة السريانية اللي هي الأرامية البيشتة تمت ما بين 150 ل 250، الترجمة القبطية تمت ما بين سنة 200 إلى 300 ميلادية، والترجمة وكل ترجمة من دول فيها عائلات، يعني فيها عديد من الترجمات، زي القبطية فيها البحرية والوسطى والصعيدية. الترجمة اللاتينية، الترجمة اللاتينية هي اللغة الشعبية اللي كانت منتشرة، بينما اللغة اليونانية كانت لغة المثقفين، تمت سنة 300 إلى 400. عارفين كلمة فولكلور جت منين؟ أقول لكم كلمة فولكلور جت منين. كلمة فولكلور جت لأن في عالم لغويات تقي اسمه جيروم سنة 382 ميلادية نقح الترجمات اللاتينية للكتاب المقدس، وتعرفت الترجمة دي بالفولجاتا، مش بنقول فولكلور، فولجاتا، وجات العربية الفولكس، يمكن معرفش بقى مصدرها ايه، لكن اللي انا عارفه ان الفولجاتا والفولكلور من مصدر واحد. جيروم عمل ترجمة سنة 382. باختصار الترجمات القديمة عندنا 9000 نسخة من الترجمات حتى القرن الخامس، 9000 نسخة من الترجمات القديمة دي حتى القرن الخامس. قولوا لي بقى كده، هل في حتة في الدنيا عندها مستندات قدر الأمر؟